رح نحتاج 3 أكواب من طحين الأسمر، كوبين طحين أبيض، نص كوب زيت، نص كوب حليب سائل، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، ومعلقة صغيرة ملح. طيب هلا احنا هم مستخدمين الطحين الاسمر عشان يكونوا عارفين، وكل حدا بيعرف بحب يستخدم الطحين الاسمر، هو مش زي الطحين الابيض، هو القمح مطحون بقشره مزبوط. فاول شيء لازم نخلوه، هذا انا منخلته بالبيت، هي اول شيء. ثاني شيء يختاروا نوع ناعم، هو بيجي درجات وسط خشن ناعم، فيختاروا نوع ناعم. اوكي، انا مستخدمه 3 أكواب طحين اسمر، وزي ما شفتي حطيت مقابلهم كوبين طحين ابيض عشان تمسك الطحين الاسمر، لانه بيجي شوي مش مكرر ومطحون كثير نفس الطحين الابيض، فبيكون قوامه شوي مختلف. زي هدولاك الطرق، بس هاي رح اعجنها بالحليب انا. اوكي، رح نشوف قد ايه رح تحتاج حليب، احنا حاطين نص كوب بس بعتقد تحتاج اكثر. حطينا طبعا ملح وسكر وخميره والزيت طبعا اكيد معلقه كبيره خميره. رح نحتاج الزيت وما رح تحطي له مي، رح تحطي له حليب. حليب لسبب الطحين الاسود يا فاي بنشف اسرع. اوكي، فصعب انك لما تعجنيه بالمي تحافظي على طراوته. أوكي، فانا رح استخدم فيه، شوفي كيف طري، وهذا رغم انه من امبارح. خلينا نبلش، خليني اشوف هيك تمام. انا بهاي العجينة بس لأنه إحنا بنورجيهم، خليني أورجيهم شغلة، يعجنوها شوي بإيدهم حتى يقدروا يلموها بطريقة سليمة. بدها، لأنه زي ما قلتي هي بتتفرفط. طلعت فرفطة بالضبط بهاي الطريقة. أوكي، إذا نزيدوا شوي شوي الحليب وأعجنوها بإيدكم، قديه لازم نتركها ترتاح؟ ساعة، بدها ساعة يعني. وبدك تخمريه شوي في قبل ما تحطيه بالفرن، يعني بعد ما أشكله بتركه كمان مرة يخمر شوي بعدين بستخدمه. أوكي، قلتلك لأنه قوامه مختلف، هو طحين نوعا ما خشن شوي عن الطحين اللي إحنا بنعرفه. زي هيك بضل بدي 5 دقايق. أوكي، هلأ هو الناس بتفكر إنه العجينة الصمراء أو الطحين الأسمر أقل بالكالوريز، بس هو مش أقل بالكالوريز، بس هو فيه فايبرز وألياف أكتر، لأنه زي ما قلتي القمح بقشره بنطحن، فعشان هيك فيهم كل الفوائد فيها أكتر، يعني العجينة السمراء أو الطحين الأسمر. صح، هلا أنا رح أحطها هيك وأحط عليها زيت وأغلفها وأتركها لحتى تخمر. أوكي، بدها وقت قلنا، مش بدها زي العجينة العادية. بدها ساعة تقريبا قلتيلنا. هي الشغل فيها شوي أصعب شوي، مش أصعب، خلينا نقول بملل أكتر من أنك تستخدميها بالعجينة العادية. لأنه قلتلك حتى شوفي كيف فيها زي مسامات. لما أنت تشتري أي خبز، خلينا نرجيهم إياها على كاميرا فور. أوكي، شايفة كيف، بس ما يقلق، وهي بس أرجع أخمرها بيطلع طبيعي. بس طلعي كيف من جوا. لما تشتري أنت خبز أسمر في بتحسي بتفتفت بسرعة. صح مزبوط، بس أنا رح ألفها هيك، بدي أعمل فيهم مناقيش، ما رح أعمل فيهم ولا إشي زيادة. أوكي، طلع قدي سهل تفرديها لأنه فيها كمية زيت مناسبة وحليب. وما رح تحطي لها زيت زي باقي، ولا إشي ولا إشي. اسمعي، أنا حاطة الزيت المناسب، معطيتهم كل 5 أكواب بدهم نص كوب زيت، لما يجي يخبزوها لا رح تنحرق ولا رح تلزق ولا رح يضطروا يعملوا شيء، ورح أقرصها بإصبعي بهاي الطريقة حتى يطلع معي الشكل اللي انا عامليته. اوكي تمام. تمام، شايفه كيف؟ بصير معي المنظر اللي انا عاملته. نعمل الثانيه. امبارح كنت انا وبتجادل انا وحده من صديقاتي عشان قصه الكالوري فاي. فهي بتقولي لا معلوماتك غلط، هو كالوري اقل. قلت لها لا. هاي معلومه غلط عند كل الناس، بس هو بيخليكي تحسي انك شبعانه اسرع. لانه فيه فايبرز كمان. بالضبط. فكتير الفايدة بتكون أكتر من الطحين الأبيض، بس هو ككالوريز هو the same. بالضبط. أنت هلأ بالدايت اللي أنت عمليته هلأ بتاكلي أسمر ولا عادي أبيض؟ عادي، هي زعلانة إنه أنا بكون كل عاملة دايت وكل الوقت أنا نصحانة ولا نحفانة، كتير بتهتم بوزنها.
ما هو شوفي انا احسديني انا احنا هيكل من الله لا بننصح ولا بننحل. حلو هذا الجسم اللي دائما بياكلوا وما بنصحوا بحسدهم يعني بس الحمد لله. نشكر الله على كل شيء. مش ورا ظهرك. لا الصراحة أنا بلعب رياضة وبحافظ كتير على إيش باكل. يا أختي منلعب رياضة و... بس أنا بلعب أكتر بلعب ساعتين. أنت قد إيش تلعبي؟ بلعب ساعة بس ما دخل هو كمية الأكل. أنا بحب الأكل كتير يعني بحب المقالي بحب الطبخات تبعتنا اللي فيها رز فهذا هو اللي بنصح. بس فاي بتعرفي أنا نفس الإشي أنا بحب اكل كل شيء وما بحب اقول ما باكله راح انصح راح اضعف. بس تعرفي ايش انا بعمل شغله تعلمتها زمان بعد الساعه 7 ولا باكل إشي. ولا لقمه اكل الليل اكل الليل كثير سيء لانه خلص بتحسي بقعد بمعدتك وما بتهضميهوش الايد ما بتحرك كثير بالضبط فبصير عندنا مشكله. خلصنا شوفي قد ايه سهله كثير حلوين وكثير سهلين طلع معي هذا الشكل بالنهايه اللي رح اشوفوه هلا اوكي وباخذ احنا بنحط كمان ال ايش ما بدنا حشوه ايش ما بدنا حشوه. في شغله ما قلت لهم اياها عن حراره الفرن في ما قلناها كل المرحله لانه احنا مركز كيف نعمل عجين اليوم بس ضروري انه ينشوى على حراره لا عالي كثير ولا واطيه ما بدنا لا ينشف ولا ينحرق. أوكي. نخبزه على حرارة 200 أوكي لنشوفه صار أحمر من تحت وأحمر من فوق هذا لكل أنواع المعجنات.